على الكفيف المثقف أن يكون فعالا في المجتمع، من واجبه هو الآخر أن يبادر. ربما بعض الأشياء إذا لم يقم بها الكفيف لن يقوم بها شخص آخر. الحمد لله، يعني مسيرتي العلمية كانت يعني متوجة بمختلف الشهادات، حيث تحصلت على شهادة البكالوريا في شعبة آداب عام 1997، ثم درست بجامعة الحاج الأخضر ولاية باتنا، ونلت شهادة الليسانس تخصص شريعة وقانون سنة 2001، وبعدها نلت شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة سنة 2002، لكن فضلت الدخول يعني إلى الإدارة. التحقت مباشرة بمديرية الثقافة والفنون لولاية سطيف سنة 2004. سنة 2017 حزت على شهادة الماجستير في التخصص ذاته الشريعة والقانون. أهم الصعوبات التي يعني شخصيا اعترضتني خلال مسيرتي الدراسية تتشكل أو تتلخص في أمرين. يعني الأمر الأول هي نقص الكتب والمراجع الدراسية المكتوبة بطريقة البراي، وهذا النقص ربما يؤثر على مستواك الدراسي فيما بعد، لأنه في الثمانينيات والتسعينيات هذه الكتب كانت شبه منعدمة. الصعوبة الثانية التي يلاقيها الكفيف هي مسألة التنقل من مكان إلى مكان، خاصة إذا كان هذا الكفيف يعني معاق بصريا 100%. فضلت يعني الالتحاق يعني بمديرية الثقافة والفنون بحكم الموهبة الأدبية التي أملكها، وهي يعني كتابتي للشعر والكتابة يعني بشكل عام. كذلك يعني حتى ميدان المحاماة كان يتطلب بعض يعني الالتزامات وبعض المصاريف لفتح يعني مكتب محاماة، وهكذا يعني شاءت الأقدار أن أشتغل في المجال الثقافي. هذا التحول الذي يعني بلغته يدخل في نهاية المطاف يدخل في إطار الإرادة والتحدي من أجل يعني فرض الذات وإثبات الوجود في المجتمع، في الأسرة، في الميدان العملي. ألفت مجموعتين شعريتين، سفر في زورق الألم، والكتاب الثاني أبرياء معذبون. فاستسلموا وشروا ضمائرهم بمال ينضب، وعن الصفوف تخلفوا وتقاعسوا، والكل من فوق المنابر يخطب. بالإضافة إلى ذلك ساهمت في تنظيم عشرات إن لم أقل يعني المئات من الندوات والمحاضرات والتظاهرات الثقافية ذات البعد المحلي أو الولائي أو حتى الوطني، ومنها حتى ما كان يعني بعد دولي. القطاع الثقافي أعطاني هامشا كبيرا من الحرية والمبادرة، الأمر الذي دفعني فيما بعد مع كوكبة من الأدباء والشعراء من ولاية سطيف إلى تأسيس جمعية النبراس الثقافي لبلدية سطيف سنة 2006. وكذلك قمنا بطبع سلسلة من الكتب والمؤلفات لهؤلاء الأساتذة والأدباء، ومؤخرا قمنا بتجربة رائدة وهي إنتاج بعض الأفلام الوثائقية لشخصيات من ولاية سطيف على غرار العلامة الإمام رابح بالمدور، الشهيد العيد الضحوي، وفيلم وثائقي مؤخرا خاص بمجازر 8 مايو 1945. كفيف من واجبه أن يكون فعالا في المجتمع، من واجبه هو الآخر أن يبادر. ربما بعض الأشياء إذا لم يقم بها الكفيف لن يقوم بها شخص آخر، وبالتالي هذا الكفيف
لا يستهين بالقدرات التي يملكها. من أوجه الاندماج الاجتماعي بالنسبة للكفيف أيضا هو أن يبادر إلى تكوين أسرة، سيستقل بشخصيته، يستقل يعني بأعماله، بأفكاره، ببيته، ويفتح مجالا وفضاء آخر يعني العيش الاجتماعي. ربما يحقق من خلال هذه الأسرة مع شريك الحياة ومع أبنائه فيما بعد يحقق الكثير من النجاحات.